اليوم جولتنا السريعة والقصيرة في مدينة أمستردام هولندا. طبعا للي ما يعرف أنه أمستردام هي فقط حلوة للسياحة، يعني حتى تزورها تحتاج يومين أو بالكثير 3 أيام، لأن هي مدينة سياحية وهم أهل أمستردام عايشين على السياح، وهي أصلا مكان غير صالح للعيش بس مكان حلو يستحق الزيارة. فندق أوزو هو فندق معروف وعند أفرع بأكثر من دولة، وكان سعره مناسب وقريب على الترام وبنفس الوقت بعيد عن السنتر والضوضاء. طبعا مدينة أمستردام مدينة معروفة بالغلاء مالتها، وقليل ما تلقون محلات بها ملابس، بس بنفس الوقت السنتر مالتها حلو وما يعزل، يبقى فاتح لحد تقريبا 3-4 الفجر. وهنا جيت للسنتر أول يوم اللي هو اسمه سنترال ستيشن. طبعا نادرا ما تلقون أكل حلال هنا، بس أكو بيزا فيجيتيريان ثينكس، يعني شغلات خضروات أو نباتية تقدرون تشتروها وتاكلوها مثل الشيبس أو هذه البيزا أو فلافل. أكو هواية محلات يسوون فلافل. طبعا مدينة أمستردام مشهور شغلتين، هذا اللي اسمه تشيروز اللي هو مثل هيك الفينجرز ويحطون عليه نوتيلا، والثاني الشيء المشهور انه تشيبس، يعني هذا الفينجرز او البطاطا ويحطون عليه مثلا مايونيز او كاتشب، انتو تختارون الصوص اللي تردون عليه. هذه اكثر اثنين مشهورات بأمستردام، لازم تجربون على الاقل واحد منهم. حاليا اني بدام سكوير. دام سكوير مكان معروف بنص امستردام. حاليا هذه امستردام هنا مثل ما تشوفون، هذا سنتر او ساحه امستردام. خلي اشوفكم كل ما يوجد في امستردام هولندا. هلا وشلونكم؟ انا حاليا اخذت بايك، هذا البايسيكل تاخذوه من السنتر، سنتر امستردام. من تاخذون هذا البايسيكل عندكم تقريبا 3 ساعات تقدرون تفترون داخل امستردام، او تقدرون تاخذوه 24 ساعة يعني يوم كامل حسب انتم شنو تحبون. راح اروح البارك وهناك شوية اتجول واشوفكم الاجواء هناك. جولة ممتعة جدا ورائعة. مثل ما تشوفون هذه أجواء أمستردام اليوم. طبعا الجو كلش حلو مشمس، جو رائع. شوفون هواية ناس جايين من أماكن مختلفة يزورون أمستردام. فأنا اليوم جيت لأمستردام وراح أبقى 3 أيام حتى شوية أشوف أجواء أمستردام الجميلة. هسه جيت لهذا البارك المشهور والمعروف في أمستردام. طبعا جيت بالبايسكل. ياهو، دخلت هسه لهذا البارك المعروف المشهور. طبعا أنا جايتها 2019 وهي الجامعة مالتي، كنت أدرس في جامعة مانشستر. هذا واحد من المنتزهات المعروفة والمشهورة، الحدائق المعروفة والسياح دائما يجون عليه فيحتاج بايسيكل. طبعا
شاء القدر وصدفة طلع الطقس زين. هاي دائما وين ما اروح الطقس يكون مطر، خاصة من هولندا اجواء امستردام دائما تكون باردة ورياح وقماصل يعني، بس الحمد لله اليوم الجو. طبعا انتوا بس تسترون بالبايسكل راح تشوفون اماكن حلوة في هذه الساعة، تقدرون توقفون تصورون او تفترون بهذه النقطة وبعدها تروحون بالبايسكل. هذا مكان خاص بالورد، الورد مالته ريحته تجنن يعني كلش طيب، ورد طبيعي. ويمه يم هذا الورد هيك مكان تقدرون تصورون تاخذون صور، مكان جميل جدا. وهسه راح ناخذ هذه الباخره حتى نروح للجهه الثانيه. وهنا عبرنا على السايد الثاني بالباخره اللي هي ببلاش، بس راح ناخذ لنا جوله هنا بهذا الجانب الثاني. الاجواء والجو يجنن هنا بهذا السايد الثاني اللي عباره عن بحر. ترى تشوفون كافيهات تقعدون قبال البحر الجميل. مثل ما شفتوا انا حاليا بالجانب الثاني، طبعا بهذا الجانب الثاني اكو مثل الزحليقه، هسه راح اخلي لكم اسمها اللي يحب يصعد هنا، كلش حلوه ويفرفركم على المي يعني تشوفون كل شيء من فوق. وهسه اجيت بهذا الجانب الثاني، مثل ما تشوفون هنا اكو جنبي بحر، واكو هذه اللعبة الجميلة اللي تصعدون فوق راح تشوفون الاجواء تختلف، تقدرون تشوفون البحر وكل شيء من فوق، يعني مكان رائع جدا. والشيء زين انه الطقس حلو اليوم. ممكن اذا تشوفون هذا المكان اللي قلت لكم عليه، مكان حلو روعة، اللي يحب يغامر يقدر يصعده. بعد ما اخذت جولة بهذا الجانب الثاني مال امستردام، هسه راح ارجع للسنترال ستيشن او سنتر امستردام. طبعا هنا للي يحب يصعد هذا الكنال القارب ياخذه من هذا المكان، سعره الساعة 12:30 يورو، يفركم ساعة ويرجعكم من نفس المكان. وخلي لكم موقعه حتى تعرفون منين تشترون التيكت. هذا مدام تيشو، طبعا اللي يحب يجي لهذا المتحف ويزوره، مكانه صاير بالسنتر. طبعا هو متحف الشمع اسمه او مدام تيشو. طبعا هذا الشارع اسمه ريد ستريت، هذا موجود بامستردام بالسنتر، دائما يفتح بهيج وقت بالليل بمحلات، تقدرون تتمشون تقدرون تقعدون على البحر حسب الجو شلون يكون بهذا اليوم. انت عرفت من الكيس؟ يب انت زي كده؟ اوكي. ولا عايزينه طبعا انتو تروحون للسنترال ستيشن اللي هي اخر محطة قبل هذه السنترال ستيشن، اكو كم محطة تجيكم مثل هذه ووترلو ستيشن
وقبلها يعني تقريبا 2-3 محطات همينة حلوة وتقدرون تنزلون بها وتتمشون بعدين إلها للسنتر. اللي يحب يجي ياكل هنا اكو مطاعم هواية، وهذه المنطقة كان نروح المطعم هسه اسمه مطعم نور. اخر يوم اجيت لهاي المنطقة تبعد تقريبا 25 دقيقة عن السنتر حتى ناكل كباب، طبعا كباب هذا حلال، وهذا المطعم اسمه مطعم نور، وهاي المنطقة اصلا هي بها محلات حلال. هذه القطعة موجودة يم المطار، يعني من تطلعون او تجون راح تلقوها، صور يمها، اخذ صور يمها. هذا هنا يم القطعة هذه مال I love Amsterdam او Amsterdam sign، يقدرون تجون هنا وتسوقون، تقعدون بمطعم، تقعدون بكافيه، مكان حلو اصلا للقعدة. هذا المطار، مطار امستردام كبير جدا جدا، طبعا من نابي هذا المطار يروح للدول الاوروبية والدول العربية، لذلك المطار هذا مال امستردام كلش كبير. هذا مطار امستردام من فوق. أتمنى استمتعتوا بهذه الجولة القصيرة وأشوفكم في فيديو آخر. باي باي.